السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم الكثيرة ووالانا بالخيرات والفضائل، فنعمه علينا متتابعة وخيراته علينا متعاقبة، فنحمده سبحانه وتعالى. ومن نعمه أن مكننا من الوفود إلى هذا البيت العظيم البيت الحرام. كان الناس يمضون الأوقات الطويلة شهوراً وأياماً ودهوراً ليصلوا إلى هذا البيت، فمكنكم الله من الوصول إليه في ساعات قلائل، فنحمده جل وعلا على هذه النعمة، ونحمده أن جعلنا من أهل الإسلام من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، امتن الله جل وعلا على عباده بالنعم الكثيرة التي وصلت إليهم، وقد وصل إلينا في زماننا نعم متتابعة متعاقبة، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. ومن نعم الله عز وجل على الإنسان أن ييسر له أن يكون من أهل دين الإسلام، وأعظم ذلك أن يكون من أهل التوحيد، من أهل شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا رب العزة والجلال وحده دون من سواه، فلا يصرف العبادة لكائن من البشر أيا كان ذلك الذي تصرف له العبادة. وقد قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان من دعوات الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم أن قالوا لهم: ألا تعبدوا إلا الله. ومن هنا نعلم أن الفارق بين الإيمان وعدمه هو في التوحيد، في صرف العبودية لله وحده، فلا يعبد أحد سوى الله. والعبودية لها مظاهر شتى متعددة مختلفة، فمن مظاهر العبودية أن تصرف عبادة الخوف لله سبحانه وتعالى، فلا تخف إلا من رب العزة والجلال، كما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني، في مواطن من كتابه. ومن العبادة عبادة الرجاء، فالله جل وعلا هو المتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى، وهو المعطي والمانع، ولذلك تتعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى رجاء وأملا وطمعا ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وكذلك من العبادات أن نعتمد على الله ونتوكل عليه، بحيث لا نثق إلا به سبحانه وتعالى، حتى بأنفسنا لا نثق بها، وإنما نثق برب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعند علماء الأصول واللغة أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلما قال وعلى الله فتوكلوا كأنه قال: لا تتوكلوا على أحد سوى الله،
كما في قوله إياك نعبد، معناها لا نعبد أحدا سواك. لماذا؟ لأنه قد قدم المعمول إياك على الفعل نعبد فأفاد الحصر. وهكذا من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عبادة المحبة. ومن معنى المحبة الذي فيه ميلان من الشخص للمحبوب أن نحب الله وأن نحب لله وأن نحب في الله، فثلاثة أشياء، ثلاث عبادات كلها عبادات محبة نتقرب بها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبالتالي فهو محب لدينه، محب لإسلامه، محب لعبوديته لربه سبحانه وتعالى. فهذه نماذج من الأعمال القلبية التي يتقرب بها لرب العزة والجلال. فإذا استشعرنا العبادة الأخيرة وهي عبادة المحبة، سواء كان محبة لله أو محبة في الله، سواء كان محبة الله أو محبة لله أو محبة في الله، حينئذ نستشعر أن هذه العبادة أجرها كبير وثوابها عظيم، ومن ثم نتقرب بها لله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنصوص الدالة على فضل المحبة في الله كثيرة متتابعة. وهذه المحبة التي في الله وهي قربة من قرب العبد التي يرجو بها نيل الأجر والثواب من عند رب العزة والجلال، لا تتنافى مع ما يكون عند الإنسان من محبة لأناس ينبغي أن تزاد لهم المحبة لأسباب خاصة بهم. ومن ذلك مثلا محبة الإنسان لوالديه، فهذه محبة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وكذا محبته لإخوانه وقرابته ولزوجته ولأولاده، ومحبته لجيرانه، ومحبته لزملائه، ومحبته لأهل مدينته، ومحبته لأهل إقليمه ومنطقته، ومحبته لأهل بلده ووطنه. فلا تنافي بين هذه الروابط في المحبة مع المحبة الإيمانية التي تكون لكل مسلم في مشارق الأرض
ومغاربها. ومن هنا نقرر أنه أولا يحسن بنا أن يكون في قلوبنا محبة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، نتقرب بذلك لله عز وجل، ومن مقتضى هذه المحبة أن نحب لهم الخير في أمور الدنيا وأمور الآخرة، فنحب من الله عز وجل أن يرزقهم وأن يجعلهم مطمئنين آمنين في بلدانهم، ونحب أن تستقر أوضاعهم وأن تبتعد الفتن عنهم، وكذلك نحب أن يصل إليهم الخير الأخروي بكونهم يعبدون الله ويقومون بأداء الشعائر الإسلامية الدينية، وبأن يكون بينهم وعندهم عبادات قلبية تصلح بها قلوبهم وتستقيم بها أمورهم. وهكذا أيضا نرغب في أن يكون عند الناس محبة زائدة عن هذا المقدار من المحبة لمن تشترك معهم في روابط خاصة كالقرابة والجيرة والزمالة ونحو ذلك. وقد استمعنا قبل قليل لقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال تعالى موصيا بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل. فهؤلاء لهم روابط خاصة يزداد حقهم على الإنسان، وبالتالي يطالب بأن يكون عنده من المحبة ومن العمل الذي يتعلق بهم ما لا يكون لغيرهم من أفراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن ذلك أهل بلد الإنسان، فيتقرب الإنسان باستشعار هذا المعنى فيحب أهل بلده ويحب لهم الخير الدنيوي والأخروي. وبالتالي نستشعر هذا المعنى الذي معنا في هذا اللقاء من مشروعية إعطاء اللحمة الوطنية معنى زائدا عن المعنى الذي يكون لأفراد المسلمين من المحبة والتقدير. ومن مقتضى ذلك عدد من الأمور، بحيث يراعي الإنسان أهل بلده في عدد من الأشياء، أولها ما يتعلق بالمحبة وتآلف القلوب. الألفة بين القلوب نعمة ربانية يهبها لمن يشاء من عباده، وكلما ازداد الناس من التمسك بدينهم جعل الله في قلوبهم من المحبة والألفة بمقدار ذلك. وذلك أن من كان يستشعر أن هناك يوما آخر يحاسب فيه العباد وترفع فيه درجة أهل العفو، كان هذا من أسباب عفو بعضهم عن بعض وغض بعضهم طرفه عن زلات الآخرين تجاهه، ومن ثم يتآلف الناس لأنهم يرجون يوما آخر ويرجون من الله ويؤملون منه سبحانه بعفوهم وصبرهم ما لا يرجوه من لم يكن كذلك. ولذا قال جل وعلا:
إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن هنا امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين بأن أوجد بينهم الألفة كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه نعمة عظيمة، ألا وهي تآلف القلوب. وبحيث يكون بين أهل البلد الواحد من المحبة الإيمانية التي يتقربون بها لرب العزة والجلال، وبالتالي يكون عندهم تلاحم فيما بينهم. فهذا من أعظم ما يدعم هذه اللحمة. فالعبودية، إقامة العبودية لله، يدعم وجود هذه اللحمة ويزيدها. واستشعار معنى المحبة الإيمانية يزيد في هذا الأمر. وكذلك الإيمان بأركان الإيمان، ومنها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يزيد من هذه اللحمة. ومما يزيد فيها اختيار الإنسان للمنهج الشرعي في باب الأخلاق، بحيث يعامل الإنسان غيره بأعلى درجات الأخلاق. فإنه متى كانت هذه الأخلاق بين الناس زرعت بينهم اللحمة والمحبة والتآلف. ولذا قال جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو مرسل من عند الله، نبي من أنبياء الله، خاتم الأنبياء، ومع ذلك يقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا يدلك على أن حسن الخلق يجمع القلوب ويؤلف بينها. وتفاصيل ذلك بمعرفة الأخلاق الفاضلة، وأورد لهذه الأخلاق الفاضلة نماذج، بحيث يعرف الإنسان أثر الأخلاق الفاضلة في تلاحم الناس واجتماع كلمتهم. فمن ذلك مثلا خلق الصبر، فإن تحمل الأذى من الآخرين وتجاوز الهفوات التي قد يفعلونها معك يؤدي إلى زيادة المحبة وبقاء الألفة بين القلوب. ومن هنا جاءت النصوص بالترغيب في الصبر والحث عليه وترتيب الأجور العظيمة عليه، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما جاء في نصوص كثيرة تبين أن الله مع الصابرين وتبشر الصابرين بالخير، قال تعالى: وبشر الصابرين، وترتب على الصبر فوائد الدنيا والآخرة. ولذلك كان من أشد الناس صبرا الأنبياء عليهم السلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبياً من أنبياء الله ضربه قومه حتى أدموه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجهه يحكي كيف يزيل الدم عن وجهه، ثم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هم كفار وهم يقاتلونه لا لشيء، وإنما ليصدوا الناس عن الاستجابة لدعوة الحق الذي جاء بها هذا النبي الكريم، ومع ذلك كان يدعو لهم اللهم اغفر، وفي نفس الوقت يستذكر الرابط الذي بينه وبينهم، اللهم اغفر لقومي، وفي نفس الوقت يعتذر لهم فيقول: فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. ومن ثم كلما ازداد ما عند العبد من الإيمان زال عنه الانتقام، وزال عنه مقابلة الناس بفعل سيء يماثل أفعالهم. ولئن كان ذلك جائزا كما في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن ذلك ليس من أعلى درجات الإيمان والتمسك بالدين، بل أعلاها أن يكون الإنسان محسنا إلى من أساء إليه، كما في قوله تعالى: فإذا الذي بين ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يدفع بماذا؟ بالتي هي أحسن، يعني يحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن. في الآية الأخرى قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وأقل منها أن يعفو الإنسان ويتجاوز ولا يكون في قلبه شيء تجاه أولئك الذين أساؤوا إليه، فإنه يرجو ما عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. والنصوص التي جاءت في الترغيب في العفو وترتيب الفوائد الكثيرة عليه في الدنيا والآخرة تدلك على أن الشريعة تتطلع إلى أن يتلاحم الناس وأن يكونوا أمة واحدة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. فإن التواضع خلق يجعل الناس يجتمعون ويتلاحمون، لو تكبر بعضهم على بعض تنافروا، فكان هذا من أسباب مخالفة مقصد الشريعة في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وهكذا أيضا في قوله ما نقص مال من صدقة، فإن صدقة الناس بعضهم على بعض يورث ذلك محبة فيما بينهم وتآلفا. وهكذا أيضا مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أمرت المؤمنين بإمساك ألسنتهم إلا من الكلام الطيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
وشاهد هذا في كتاب الله في مواطن، كما في قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وكما في قوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كان للإنسان عدوا مبينا. وقد بين الله جل وعلا أن العبد سيحاسب على أقواله كلها، كما في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحينئذ نعلم أن التوجيهات الشرعية سواء كانت في الكتاب أو في السنة مما يتعلق باللسان تؤدي إلى هذا المعنى. فمن ذلك مثلا أن الشريعة نهت عن السخرية والاستهزاء بالآخرين، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. ومن ذلك أن الشريعة نهت عن السباب والقدح في الآخرين، فشأن المؤمن أن يذكر أحسن الصور وأفضل الأعمال والأخلاق لتنتشر في الأمة وليقتدى بها، وليس من شأن المؤمن أن يذكر مساوئ الأخلاق عند الآخرين، فكما تحب ألا تذكر إلا بالخير فأحب لأخيك ما تحب لنفسك فلا تذكر إخوانك إلا بالخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وهكذا أيضا نهت الشريعة عن أن يذكر الإنسان معايب الآخرين في غيبتهم، وسمت هذا غيبة. وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وما ذاك إلا أن الشريعة تتطلع إلى أن يتلاحم الناس ويكون بينهم من الألفة والمحبة والتعاون ما يخدم بعضهم به بعضهم الآخر. وهكذا إحسان الإنسان إلى غيره وقيامه معه في حوائجه مما يزيد في هذا المعنى. ولذا جاءت الشريعة بالترغيب في الإحسان إلى الآخرين ورتبت عليه إحسان رب العزة والجلال، كما قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وكما قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا تقرر هذا المعنى فإن المرء عندما يلاحظ هذه الأخلاق ويفعلها مع من بينه وبينه رابطة أخص كالوالدين والأقربين يكون الأجر أعظم والثواب أكثر. ولذا جاء التنصيص على حقهما في مواطن من كتاب الله
ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وإذا كان من تربطك بينه وبينه بينك وبينهم علاقة، سواء من أهل بلدك أو من قرابتك أو من جيرانك، يسيئون إليك، فلا يعني هذا أن تقابل إساءتهم بمثلها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والمراد بالكاشح المبغض الذي لا زلت تتلقى الأذى منه. وهكذا جاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملة، وما ذاك إلا لعظم أجر من فعل مثل هذا الفعل. وإذا كان هذا بين أهل البلد الواحد مرغبا فيه، فإن ذلك يشمل أصحاب الولاية، فيتقرب الإنسان لله عز وجل بإحسان التعامل مع أصحاب الولاية، سواء كانت إمامة عظمى أو كانت ولاية أقل من ذلك، فيتقرب الإنسان بإحسان التعامل معهم حتى ولو أساءوا في التعامل معه، لأنه بذلك يريد أن يتقرب لله سبحانه وتعالى. وشاهد هذا ودليله النصوص الشرعية التي أوردتها قبل قليل، فإنها بعمومها تشمل العلاقة مع أصحاب الولاية أيًا كانوا. يتقرب الإنسان بإحسان التعامل معهم وبالسمع والطاعة لهم، وإن كان تعاملهم معه بضد ذلك. وثاني الأدلة في هذا ما توارد عن سلف الأمة من الصحابة فالتابعين فأئمة الإسلام وعلماء الشريعة، الذين كانوا يحرصون على العناية في حفظ حق أصحاب الولاية، ويسعون إلى جعل الناس يستشعرون معنى النصوص الشرعية الواردة في ذلك، فيأمرون الناس بمحبة أصحاب الولاية وبالدعاء لهم وبالثناء عليهم في محاسنهم وبغض الطرف عما يكون عندهم من مساوئ وأمور مخالفة. ولهذا نجد أن ذلك هو دأب الصحابة فالتابعين فمن تبعهم. وأضرب لذلك بنماذج من الأئمة الأربعة، فأولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قد طلبه صاحب الولاية ليتولى القضاء فامتنع فضرب على ذلك، ولم يكن من شأنه رحمه الله أن يؤلب الناس على صاحب الولاية ولا أن يستنقص من مكانتهم، بل هذه أقواله لا زالت مشهورة في وجوب السمع والطاعة وفي وجوب القيام بالحق الشرعي في ذلك. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام مالك إمام دار الهجرة، كان بالمدينة، وكان من ضمن الفتاوى التي يفتي بها أن المكره
لا يؤاخذ بأقواله ولا يجب عليه الالتزام بمقتضاها. ولذلك كان يقول: إن أيمان المكره غير لازمة. وكان الخلفاء في عصره يقومون بالطلب ممن يبايعهم، سواء من الوجهاء أو قادة الجيش، بالأيمان المغلظة في ما يتعلق بولايتهم. فكانوا يقولون بأن من لم يلتزم بالولاية فنساؤه طوالق، ومماليكه أحرار، وماله وقف في سبيل الله، إلى غير ذلك من أنواع النذور والأيمان التي تقال في البيعة. فلما أفتى الإمام مالك بأن أيمان المكره غير لازمة، ظن أن المقصود بهذا هو أيمان البيعة، فأخذ الإمام مالك رحمه الله وضرب حتى انخلعت كتفه رحمه الله تعالى. ولم يكن من شأنه أن يتكلم في أصحاب الولاية، ولا أن يؤلب عليهم، ولا أن يحرض الناس عليهم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله كان في اليمن مع وال من ولاتها، فأخذ على ذلك الوالي ما أخذ، فتعرض هو ومن معه إلى شيء من أنواع العقوبة، ومنهم الإمام الشافعي. ومع ذلك لم يكن من شأنه رضي الله عنه ورحمه أن يتكلم في أصحاب الولاية ولا أن يؤلب عليهم. وأما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فقد طلب منه أن يقول كلمة شنيعة تخالف مقتضى النصوص بما يتضمن نفي صفات رب العزة والجلال، وطلب منه أن ينفي صفة الكلام، وأن يقول بأن القرآن ليس من كلام رب العزة والجلال، مع أن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومع ذلك ضرب وسجن ومنع من الدروس وإلقاء المواعظ، ولم يكن من شأنه رحمه الله أن يتكلم في صاحب الولاية ولا أن يؤلب الناس عليه، بل كان من كلماته المشهورة: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. وهذا شأن علماء الأمة في عصورها. هذا الإمام سحنون من كبار علماء المالكية تعرض لشيء من الأذى، فلم يكن من شأنه قدح في أصحاب الولاية ولا كلام فيهم. وهكذا علماء الإسلام بعد ذلك في عصور متعددة شأنهم ودأبهم السير على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة. إذا تقرر هذا فإننا نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. والناظر في هذا المنهج الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أنه يترتب عليه آثار حميدة كثيرة متعددة، به تحقن الدماء ولا يكون هناك سفك لها، وبه تحفظ الأموال فلا يكون هناك نهب ولا سلب،
وبه أيضا تحفظ الأعراض، وبه تجتمع الكلمة ويتآلف الناس، ويكون له من الآثار الحميدة ما يعود بالخير على الناس. وما فتح باب التأليب على أصحاب الولاية إلا كان ذلك من أسباب حدوث الشرور واقتتال الناس وتمكن الأعداء من أهل الإسلام. إذا تقرر هذا المعنى، وأن هذا المعنى مطلوب في جميع ديار الإسلام، فهو في هذه البلاد التي جعل الله فيها الحرمان التي جعل الله فيها الحرمين الشريفين من باب أولى، وذلك أن أداء النسك العظيم من حج بيت الله الحرام وأداء العمرة ومترتب على بقاء الأمن في هذه البلاد، ولا يكون ذلك إلا بقوة هذه الولاية وبإغلاق الطريق عن أولئك الذين يريدون الشر والسوء فيها. ومن ثم كان السعي إلى الحفاظ على هذه الولاية وبقائها قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأنتم كما تشاهدون يفد الناس إلى بيت الله فيؤدون النسك بسهولة ويسر وأمن وأمان، ويتمكنون من أداء الشعائر فيها، خصوصا أنه قد هيئت الوسائل ورتب بناء هذا البيت ورتب طريق الدخول إليه والخروج منه. ولا يقول النقائل بأن هذا البيت معصوم من الشر والسوء ومعصوم من حصول الأمن فيه، فإن الله عز وجل قال: ومن دخله كان آمنا. فيقال إن هذه الآية المراد بها أمنوا من دخل هذا البيت، بدلالة أننا وجدنا أن هذا البيت لم يحصل فيه الأمن في عصور متتابعة، فإن هذا البيت لم يحصل فيه الأمن إلا في عهد الخلفاء، بل في عهد أوائلهم، وبعد ذلك حصل فيه ما حصل من أمور إذا حكيت على الناس استغرب الناس من حصولها. وأورد لذلك نماذج من التاريخ معلومة مشهودة. فمن ذلك أنه في سنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته بقرابة 50 سنة، من تمكن من الذهاب إلى عرفة لم يتمكن من الذهاب إلى البيت ليطوف به، ومن تمكن من الذهاب إلى البيت لم يتمكن من الذهاب إلى عرفة إلا أفراد من الناس. وذلك أن عرفة كانت بيد الحجاج بن يوسف، ومكة والحرم كانت بيد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان بينهم من الاقتتال ما كان، حتى أنه ضربت مكة بالمنجنيق في ذلك الوقت، وكان ذلك من أسباب تأثر الكعبة وتصدع بنيانها، وهكذا بيوت أهل مكة حتى نفر أهل مكة منها. ثم بعد ذلك بقليل، في قرابة سنة 200، حج الناس بلا إمام فرادى، ولم يخطب في عرفة في تلك السنة. وبعدها بقليل جاء ما جاء إلى كسوة الكعبة،
فاحترقت فبقيت 21 يوما لم تكسى الكعبة بسبب اضطراب أحوال الناس في ذلك الزمان، وذلك أن البيت وما حوله كان فيه تنافس بين الطالبيين وبين العباسيين، ولذلك حصل ما حصل فيه. وفي سنة 314 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سعيد الجنابي وقتل 10 آلاف حول بيت الله الحرام، وردم بهم بئر زمزم، واعتصم بعض الناس بداخل الكعبة لعلهم أن يسلموا من سيفه، فدخل مع أصحابه في الكعبة وقال يهز سيفه: تقولون من دخله كان آمنا، ويقولون وآمنهم من خوف، الله يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فدخل الكعبة فقتل من فيها من الناس، فجرت الدماء من الناس في ذلك اليوم في أراضي هذا البيت الشريف. ووقائع الناس بعد ذلك كثيرة متعددة. قبل 100 عام لم يكن الناس يستطيعون الوصول إلى بيت الله الحرام إلا بخفراء يدفعون لهم الأموال ليؤمنوهم من قبائلهم، فتدفع الغرامة للقبائل التي في الطريق من أجل أن يسلموا من النهب والسلب. وتفاصيل ذلك كثيرة متعددة. وحينئذ نعلم أن على المؤمن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالسعي في حفظ هذه النعمة، تمكن المسلمين من الورود إلى الحرمين الشريفين وأداء النسك بسهولة ويسر وأمن وأمان، فإن ذلك من القربات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. بل إن الناظر في السنوات القريبة يجد أن هناك محاولات لإزالة الأمن من هذا البيت. قبل سنوات قليلة إحدى الدول المجاورة أرسلت مع شنط الحجاج المتفجرات من أجل أن يفجر هذا البيت. وفي سنة أخرى جاء من فجر عند بيت الله الحرام ومات فيها من مات، فيسر الله الإمساك بأولئك الذين قاموا بهذا العمل، وتبين أن فعلهم بتخطيط وترتيب من بعض المنظمات والجمعيات التي تمول من بعض الدول المجاورة، ويسر الله عز وجل الإمساك بهم وإيقاع العقوبة، ونفذ الحد الشرعي، حد الحرابة، في 16 شخصا قاموا بذلك. وفي سنة أخرى قاموا بترتيب المظاهرات، معهم السلاح الأبيض، يريدون أن يحتلوا بيت الله الحرام، ويسر الله عز وجل إبعادهم عن بيته. وهذا في سنوات قريبة. بل في العام الماضي جاء من معه متفجرات كثيرة في ليلة 27 من شهر رمضان، وأراد أن يفجر في المصلين يزعم أنهم كفار مشركون، ويسر الله عز وجل صده. وقبل ذلك بسنة جاء من يريد أن يفجر في المسجد النبوي في المصلين في ليالي 10 في صلاة التراويح، ولما صد فجر بنفسه ومن حوله من
رجال الشرط الذين تمكنوا من صده وعدم تمكينه من أن يصل إلى المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعلم أن من يريد السوء والشر كثر، وأنه لا بد أن يعلم أن من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا أن يساهم في أمن هذه المواطن التي تؤدى فيها شعائر الله، والتي يحج فيها بيت الله الحرام ويوقف فيها بعرفة، والحوادث في ذلك كثيرة متعددة. والمساهمة في هذا قد تكون بدعوة صادقة يدعو الإنسان بها رب العزة والجلال أن يحفظ أمن هذه البلاد، وأن يبعد عنها تخطيطات أولئك الماكرين الذين يريدون السوء ويريدون النكاية بأصحاب هذه الولاية من خلال إنزال الأذى والشر بمن يفد إلى بيت الله الحرام ومسجد نبيه الكريم، وهكذا يتقرب لله جل وعلا بالإبلاغ عن أي فعل يستراب منه، ليقوم رجال الأمن بالتأكد من ذلك والتحقق من مراد صاحب ذلك الفعل الذي تدور حوله الشبهات والشكوك. صحيح أن المؤمن مأمور بأن يحسن الظن بإخوانه، وذلك قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لكن السعي في حفظ المصلحة العليا بحفظ حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين الكرام، وبحفظ من يسكن في هذه المواطن، هذه مصلحة أعلى، فتراعى مراعاة أكبر من مراعاة الأمر الأول. والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة كما يقرره علماء الشريعة، والشريعة أمرت المؤمنين بالتثبت والتبين. والجهات الأمنية من فضل الله عز وجل في هذه البلاد أنها لا تتسرع في مثل هذا، يستمعون لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا تقرر هذا المعنى فإن المؤمن يتقرب لله جل وعلا بالإحسان لأهل هذه البلاد ولكل من وفد إليها، ليستشعر الناس أنهم في هذه البلاد إخوة، وأنهم يستشعرون قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن هذا المعنى يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالوقوف مع إخوانه، يناصرهم ويعاونهم على الخير، ويرغب في تحقيق المعنى الشرعي والمقصود الديني في أداء الناس نسكهم على أحسن حال وبيسر وسهولة. ومن الأمور التي تؤدي إلى هذا المعنى أن يتقرب إلى الله بإحسان التعامل فيما بيننا، فليس من شأن المؤمن أن يخاصم أخاه، خصوصا في مكان أو في الحصول على شيء من المزايا في هذه المواطن، بل شأن المؤمن أن يتسامح مع إخوانه وأن يتجاوز عن زلاتهم، حتى ولو أخطأ عليه انسحب قليلا قليلا لئلا يتطور الأمر إلى ما يكون مخالفا للشرع.
هذا البيت بيت الأمن، فنتقرب إلى الله جل وعلا بمثل ذلك. وهكذا علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجعل هذا البيت محلاً للعبادة لا لضدها، فإن من أراد شيئاً من السوء ولو كان قليلاً فإنه يخشى عليه من نزول العقوبة به. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. والعذاب الأليم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. ومن الإلحاد فيه صرفه عن المعنى الذي أقيم لأجله، فهذا البيت أقيم لعبودية رب العزة والجلال، يؤدى فيه الطواف بالبيت، ويتمكن الناس فيه من صلاة لرب العالمين ودعاء له سبحانه وتعالى، فيكون هذا من أسباب تحقيقهم لمقصد الشرع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. وبالتالي نعرف أن من استعمل شيئا من مواطن هذا البيت لغير العبودية فإنه قد خالف المقصود الشرعي في هذا الباب. ومن عبودية الله سبحانه أن تحسن التعامل مع إخوانك، وأن تكون قائما بحوائجهم، ولا تستسهلن شيئا ولو كان يسيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من الخير شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو في رسن شاه. والنصوص الدالة على الترغيب في بذل الخير للآخرين كثيرة متعددة، فأحسن إلى إخوانك ممن يفدون إلى هذا البيت تقربا لله عز وجل، قدم لهم كلمة طيبة، قدم لهم كأسا من الماء، قدم لهم مكانا يتمكنون فيه من أداء صلاتهم بسهولة ويسر، فيكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنك، ومن أسباب إحسان الله إليك. فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن كان من أهل الإحسان كان الله معه، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله عز وجل إليه. فهذه معاني عظيمة علينا أن نستشعر اللحمة الإيمانية فيها. واستكمالا لما ذكرته في هذا اللقاء، أذكر بشيء من الأحاديث النبوية الدالة على أمور تحصل في مستقبل أيام هذه الأمة، منها ما ورد في الحديث الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها،
وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها فأعطانيها. وسألت ربي ألا يهلك بعض أمتي بعضها فمنعنيها. ومن ثم نخشى على أنفسنا من هذه التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة دعائه فيها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا تستباح الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فإذا استبحتموها فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ، فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها يأتيها زمان لا يغشها أحد إلا السباع وعواف الطير. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكعبة تهدم، يهدمها ذو السويقتين، يقول كأني به يعلو عليها يهدمها حجرا حجرا. فهذه تدلك على أن الأمر عظيم، وأنه لا يستهان حتى بكلمة واحدة، ولا يرضى من أولئك الذين يريدون أن يوجدوا فوضى في هذه البلاد، ولا يتقبل منهم ما يقومون به من حملات إعلامية وكلام لتوهين منزلة أصحاب هذه الولاية وتقليل مكانتهم، فإنه يتقرب لله عز وجل بتدعيمها وحفظها، كما تشاهدون وتشاهدون أن من يكون منهم الظلم الكثير من أصحاب الولايات، حتى كان منهم قتل مئات الألوف، لم يحصل تجاههم من الحملات الإعلامية كما تشاهدون من حملات تجاه أهل هذه البلاد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم، وألا يسخط بعد هذا الرضا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها معلقة به سبحانه وتعالى، وأن يجعل الإيمان بالله واليوم الآخر مستوليا عليها، كما أسأله جل وعلا أن يؤمننا في بلداننا، وأن يجعلها محل استقرار وطمأنينة، وأن يعم بالرغد والخير جميع بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.